أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري وهذه عناوينه. بعد خلاف بين النواب وتأخر في أشغال الجلسة العامة، المجلس يوافق على إدراج مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء اليوم. تواصل الترتيبات لنقل جثمان بوبكر الثابتي ضاحية الهجوم الإرهابي بالكباك إلى تونس، والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتعهد بملف القضية. تحول لافت في الموقف الروسي من إقامة مناطق آمنة للنازحين واللاجئين بالداخل السوري، ودمشق تحذر من إقامة هذه المناطق دون موافقتها. أهلا بكم مجددا. استؤنفت منذ قليل أشغال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد توقفها إثر خلاف حول جدول أعمالها، والذي كان من المقرر أن تبت في عدد من المشاريع القوانين، وقد جاء ذلك إثر خلاف بين النواب حول جدول أعمال الجلسة، وبالأخص حول تأجيل النظر في مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء إلى يوم الغد. كما كان متوقعا، رفعت الجلسة العامة لمدة 5 دقائق فتجاوزتها. رفع الجلسة بسبب عدم التوافق على جدول أعمالها الذي نص على أن يتم التصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، مع إضافة مشروع يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية وإرجاء النظر في مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء إلى جلسة يوم الغد. جدول الأعمال أثار انتقادات من قبل النواب، فانهال على رئيس المجلس كم من التدخلات لتزيد من ساعات ترقب وزيرة المالية لمياء زريبي، عمقها تأخر انطلاق الجلسة العامة الصباحية. سيد الرئيس بمنطق التوافق وبكلمة التوافق هذه اللي ولات هي الطاغية على الشأن واللي طاغية على المشهد، أنه يتبدل اليوم جدول الأعمال بالطريقة هذه، هذا يراه مس من هيبة الجلسة العامة. احنا ما نحبوش ندجلوا على الشعب التونسي وتحت عنوان التوافق وكلام زائف. الحقيقة اليوم هو أن عدم جاهزية كتلة حركة النهضة في الإجابة على الاستحقاق القانون الانتخابي وفي علاقة بنقطة الأمنيين والعسكريين هي محل بلوكاج في هذه الجلسة. رئيس حركة النهضة قال يقلقوا أنه يتعمل قانون الانتخابات اليوم، وبنطلب منه، هو طلب أنه غدوة نعمل قانون الانتخابات ولا نأجلوه، ولهذا ما فضلنا نكون واضحين، وإذا كان عنده كل واحد يتحمل الطلب نتاعه ومسؤوليته فيما يطلبه، مش يقول كلام الداخل وكلام قدام الجلسة العامة. أعتبر أن مجلس الكتل للتوافقات في هذه القضية لم يعد محل ثقة. كل مرة نقوم بتأجيل لأسباب تتعلق بهذا الطرف أو ذاك. هذه مسألة سيادية وطنية فيها ضرر للبلاد نتيجة عدم التقدم في اتجاه القيام بانتخابات بلدية. بعض انتقادات النواب حول تغير جدول الأعمال بسبب عدم جاهزية حركة النهضة للاستحقاق الانتخابي، وصفها رئيس الكتلة نور الدين البحيري بالترهات وبمضيعة للوقت. أحيانا مع ثم كلام زايد الرد عليه، ثم ناس احترفت استهداف أطراف غيرها ما عندها حتى برنامج إلا ذكر الكتلة الفلانية والكتلة الفلانية بسوء بدون أي وجه حق. اللي تحولت له كتلة حركة النهضة أو أي كتلة من الكتل في المجلس الدمالة مضى بيهم شي على روحه ويخلينا نخدمه على رواحنا. ويبدو أن التوافق ما عاد يفي بالغرض، فهل يعود ذلك إلى حسابات سياسية أم إلى تغير في المعادلة؟ وينتظر أن يصادق مجلس النواب خلال هذه الجلسة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وهو الملف الحارق الذي يظل حديث الساعة، إضافة إلى ما يثيره من جدل دستوري في التعاطي مع هؤلاء. ملف يطرح اليوم إشكالا لا يقل تعقيدا، وهو القدرة على إثبات ارتكابهم لجرائم إرهابية قبل إحالتهم للمحاكمة طبق قانون مكافحة الإرهاب، إثبات اختلفت القراءة في شأنه. أكثر من 140 فصلا تضمنها قانون مكافحة الإرهاب، ترسانة من الفصول أتت تقريبا على كل أنواع الجرائم الإرهابية وما يقابلها من عقوبات، من بينها السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو التحريض عليها أو لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها. قانون أتى على أدق تفاصيل الجرائم الإرهابية ولكن غاب عنه ما يثبت ارتكابها. البروف في قانون الإرهاب كيفاش باش تثبت على كل مجرم هذاك؟ باش تثبت عليه بقانون الإرهاب، باش تثبت عليه بقانون الإجراءات. إجراءات جزائية. فصل 150 إجراءات يقول تثبت الجريمة بكل وسائل.
ويقضي القاضي بوجدانه الخالص، هذه مجلة الإجراءات. كلمة يقضي القاضي بوجدانه الخالص يولي عنده رقابة على الوثيقة اللي تجي نتاع الاستعلامات نتاع البوليسية هذيك، يقول ساعات يخذها ما أخذ الجد ويقضي بها ولا يربط بها ولا يعمل بها بطاقة إيداع، وساعات يقول لا هذه ما تكفينيش أنا ملف فارغ. هالآلية هذه اللي ناقصة اللي مش موجودة باش نوفروها، باش تنجم وزارة الداخلية تكون أكثر فاعلية لمقاومة الإرهاب. إثبات ارتكاب الجريمة الإرهابية قد لا يقتصر على ما هو قانوني إذا ما اعتبرنا الدور الحيوي للأجهزة الأمنية والاستخباراتية. مجرد الانتماء أو إعلان الانتماء للجماعات هذه أو السفاض بنية التواجد بهذه المجموعات وفي حد ذاته هو دليل ضدهم. وزيد حاجة أخرى، معناها أنت ما تتصورش أنه إحنا الأمن متاعنا ما عندوش المعلومات الكافية ولا أنه من الاستعلامات متاعنا ما عندهاش شكون اللي موجود وشكون مش موجود. زيد أنه إذا كان العملية هي منظمة، عملية التسليم هذه ومش تحسب بالقانون، عندهم ملفات مش تكون موجودة من الدول اللي هم كانوا موجودين فيها، وإذا كان يجوا عن طريق مهذبين على كذا هم بتبيعته مواطن من غير مزية، معناه ما يستحقش لأنك الدليل عليه. الجهود السياسية والطرق الدبلوماسية تبقى حسب البعض الآخر من أكثر الطرق نجاعة في إثبات الجرائم الإرهابية على مرتكبيها. نسبة عالية جدا، إذا كان مش 90% 85% منهم دخلوا سوريا عن طريق الحدود التركية، وإذا كان بيشارجوا لتونس زادة تأكدوا بيشارجوا كان عبر الحدود التركية. الجهة الوحيدة اللي قادة لهذا بعد النظام السوري وبعد مخابرة السورية، بعد ما فهمت الدور المقترب بالدبلوماسية التونسية والخارجية التونسية في جمع ما يمكن الأدلة ما فهمت والإثباتات على ما اقترفوه من جرائم وعلى ظروف تسفيرهم وظروف عودتهم وعلى من مولهم من دربهم من سلحهم، هذا دور الحكومة. ولئن اختلفت طرق توفير الإثباتات فإنها قد تكون مجتمعة أو بالتنسيق فيما بينها السبيل الأكثر جدوى وفاعلية في إثبات تورط العائدين من جبهات القتال في ارتكاب جرائم إرهابية. عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز الإسلامي بمدينة كيباك الكندية وكان من بين ضحاياه مواطن تونسي أصيل ولاية تطاوين وخلف إصابة 2 آخرين بجروح ما تزال حالة أحدهما حرجة، تولى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح بحث تحقيقي ضد منفذي العملية. وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليتي أن قاضي تحقيق بالقطب تعهد بملف عملية الكيباك الإرهابية من أجل قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والجرائم الإرهابية طبقا لقانون الإرهاب. فريق الأخبار تنقل إلى مسقط رأس الضحية وزار عائلته التي تنتظر ببالغ الحزن والأسى وصول جثمان الفقيد. ومن نرمادة مسقط رأس أبو بكر ثابتي ضحية الهجوم الإرهابي بالكيباك ينضم إلينا مراسلنا خميس بوبتان. خميس، كنت بمنزل ضحية الهجوم الإرهابي، كيف تلقت العائلة الخبر وهل من معطيات عن موعد تسلم جثمان الفقيد؟ كما ذكرت عارم منذ قليل خميس؟ نعم عارم. نعم، هل تسمعني؟ أسمعك جيدا عارم. تفضل. كما ذكرت هارم منذ قليل حزن وألم كبيرين يقيمان على قرية كتيب معدمة سيادة المادة من ولاية تطاوين منذ سماع عائلة سقوط. يبدو أن الاتصال غير واضح، نعود لك خميس حالما يتحسن الاتصال بك. وقد وجه القضاء الكندي مساء أمس تهمة القتل العمد لستة أشخاص إلى الطالب الجامعي ألكسندر بيسونت المشتبه به في هجوم المسجد بالكيباك بعد أن سلم نفسه، كما تم توجيه تهمة الشروع في قتل 8 آخرين، وما تزال التحريات متواصلة في انتظار مثول المتهم أمام المحكمة. في آخر تطورات الهجوم الذي نفذ على مسجد في المركز الثقافي الإسلامي بمقاطعة الكيباك الكندية والذي راح ضحيته 6 أشخاص وجرح 8 آخرون بعضهم إصابتهم خطيرة، وجه القضاء الكندي تهمة القتل العمد إلى الطالب الجامعي ألكسندر بيسونيت لقتله 6 أشخاص وتهمة الشروع في قتل 8 أشخاص لا يزالون بالمستشفى. وكانت الشرطة قد أعلنت في بادئ الأمر أنها اعتقلت مشتبها به آخر مغربي الأصل، إلا أنها ما لبثت أن أكدت براءته من الهجوم.
المتهم ألكسندر بيسوني ذات 27 عاما صاحب جنسية كندية يدرس في كلية العلوم الاجتماعية هناك معتنق للفكر القومي. وتداولت وسائل إعلام كندية أنه من أشد المدافعين عن أفكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادية للاجئين. تم توجيه الاتهام إليه إثر مثوله أمام قاضي التحقيق بالمنطقة بعد أن اتصل هذا الأخير بالشرطة بعد ربع ساعة من تنفيذ الهجوم لتسليم نفسه. ومن المنتظر أن يمثل المتهم مجددا أمام المحكمة كما في 21 من فيفر القادم في جلسة يوجه خلالها المدعي العام التهم رسميا إليه. هذا وأكدت شرطة المدينة أن المداهمات والتحريات لا تزال جارية على أمل الحصول على أدلة أخرى تكفي لتوجيه تهمتي الإرهاب والنيل من الأمن القومي للطالب. وقد أعلن الدرك الملكي أن حوالي 80 شرطيا لا يزالون على الميدان يتابعون التحقيقات وفي دوريات عند المساجد والمدارس في مناطق المسلمين في عدة مدن وشوارع يستجوبون المرة ويفحصون بطاقات الهوية. هذا وأعلن المركز الثقافي الإسلامي في الكباك أن القتلى الستة هم جميعا كنديون مزدوجو الجنسية مغربي وجزائريان وغينيان ومواطن تونسي. أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أنه يدعى أبو بكر الثابتي وأن من بين المصابين 8 تونسيان وهما أيمن الدربالي وحالته حرجة ونزار غالي. الوزارة أكدت أيضا أنها ستتولى الإحاطة بعائلة الفقيد والقيام بالإجراءات اللازمة لجلب جثمانه إلى أرض الوطن في أقرب الأوقات إضافة إلى متابعة الحالة الصحية للتونسيين المصابين. ولمزيد التفاصيل عن الهجوم الإرهابي والوضع الصحي للمصابين التونسيين وردود الفعل ينضم إلينا مباشرة من كندا الصحفي المقيم بمونريال زهير طابة. زهير، بداية لو تعطينا فكرة عن حالة المصابين التونسيين. يبدو أن الاتصال غير جاهز أيضا، ونمر لتقديم بقية أخبارنا في انتظار أن تجهز مختلف الاتصالات لمتابعة الآخر تطورات وضع التونسيين خاصة في مونريال وفي مجال صناعة الخشب. الآن التصدير وفتح أسواق جديدة من أبرز تحديات قطاع صناعة الخشب والتأثيث، قطاع يقول المهنيون فيه إنه رغم النقائص والصعوبات التي تعترضه قادر على كسب رهان المنافسة. بين غلاء المواد الأولية والمنافسة والقدرة الشرائية للمواطن، يعمل قطاع صناعة الخشب والتأثيث في تونس، قطاع تشير الأرقام إلى أنه يوفر قرابة 40,000 موطن شغل. طلب في تزايد، القطاع هذا يوفر 90% من الإنتاج متاعه للسوق المحلية، قطاع يضم 200 مؤسسة اليوم ومعها 50 مؤسسة اللي تشتغل في قطاع الأثاث وتجهيز أون ألومنيوم، معها تقريبا 10,000 حرفي، يوفر تقريبا 38,000 موطن شغل. 2 مليارات يعني رقم معاملات، 800 مليون دينار من القيمة المضافة. هذا قطاع قادر باش ندفع أكثر على مستوى التصدير وعلى مستوى الجودة والنوعية وحماية أيضا السوق والمستهلك. القدرة التنافسية متاعنا قاعدة تتحسن، وتوا احنا متوجهين قدراتنا إن شاء الله للتصدير. الحقيقة ما فماش طلب، لكن عندنا برشا شركات اللي هي مصدرة كليا في قطاع الأثاث في تونس. بالتحدي هو فتح أسواق جديدة. نقائص تحدث عنها المهنيون في هذا القطاع كعزوف الشباب عن التكوين المهني وغياب مدارس عليا للمهندسين في مجال الخشب والأثاث، نقائص وصعوبات يعملون على تجاوزها وتحديات يجتهدون لرفعها. أسواق غلات برشا، ونظرا للماتير بريمير الأغلبية تجي من الخارج، و دونك مع الدولار الدينار طايح شوية، دونك يغلى سوما في السوق الداخلية. فما برشا تنافس والسوق صغيرة برشا، عنا المختصة نفتقرها برشا، راهو عنا قدرة تنافسية عالية برشا احنا في تونس، ما يفوتونا حتى بشيء، ونجموا معناتها نجموا نسوقوا بضاعتنا لأي بلاد معناتها، وخاصة في أفريقيا. قطاع يمثل فيه المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث الذي يحتفل بعشرينياته ركيزة مهمة في التأهيل والمساعدة الفنية. المركز الفني عاون صناعية والحرفيين التوانسة كثير للتأهيل الشامل، وانتفعوا بالبرامج اللي حطتهم الدولة لمصلحة القطاع الكل. فاهم في تطوير القطاع، قطاع الخشب والأثاث بصفة مباشرة وغير مباشرة من خلال المساعدة الفنية اللي قدمها للمؤسسة هذه، من خلال لنويو دو كومبيتونس اللي تخلق
في هذا المجال؟ احنا كدولة في إطار المراكز اللي هي فيها شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهي تجربة مهمة ونعتبرها نموذجية إن شاء الله ندفع هذا القطاع. فما أيضا عملنا على استقطاب أكثر ما يمكن أيضا من الشباب لهذه المهن، مهن المستقبل. ورغم النقائص والصعوبات التي تواجه هذا القطاع، يؤكد العاملون فيه على قدرته على المنافسة. وتستقطب صناعة الخشب في صفاقس عددا كبيرا من اليد العاملة، وهي أيضا مجال للابتكار وخلق تصاميم جديدة، غير أن صعوبة الترويج تجعل من هؤلاء الحرفيين يقتصرون على السوق المحلية. يحول الشاب وليد العفاس هذا الخشب إلى تحف فنية تدخل البيوت لتشكل تفاصيل جميلة في الديكور. ومن الفكرة إلى الإنجاز تظهر تصاميم جديدة، ويصبح الخشب أداة تعبير وزينة. أنا نخدم الارتيزانا تشكيه ديكوراسيون موبل وروفيتمون، كتشوف لي تونو الاسطول البلبوا حاجه ارتيزانا قديمه معناتها، فهمت؟ نحاولوا نزيدوا نبدلوا فيها ونقلوها يعني باش تقعد تواكب السوق، تواكب التطور يعني. يعني تصاميم جديده؟ تصاميم جديده، نعم تصاميم جديده. ثم بالبوا العادي وثم بالبوا دوليف. تو نتجيع من كليون خدمت له داره كامله يعني، مدروج من الشومبرا كوشي توسكي دار مختومه كلها بالبوا دوليف، موبل كامل، شومبرا كوشي، الكويزين، صالون، الشومبر دونفون، توسكي كوشي بوا دوليف معناتها. والستيل هذا يعني وحاجه مزيانه برشا. صناعه الخشب تواجه عده صعوبات في مستوى الترويج في السوق المحليه بشكل خاص، ما يتطلب تحسين التنافسيه والقدره على اثبات الذات محليا وعالميا. المشاكل الكبيره ياسر، المشاكل لانك السلعه هذه تتعب عليها وتخدم وتتعب باش توصل تعمل موديلات وتعمل حاجات كيما هكا، لكن السوق المحليه معناتها ما تلقاش لي مارشي فيها بالبيع، بحكم السلع اللي تجي من برا، بحكم السلع اللي تجي من يعني من الصين ومن كذا، ما تلقاش اللي مارشي اللي فيها بالباهي معناتها، فهمت؟ السلع اللي جايه من برا كلها تضر بالاقتصاد وتضر بالخدمه نتاعنا احنا، لكن ما فيش اقبال ما نخدموش احنا، وقت اللي ثم اقبال وثم ناس تحب تاخذ الحوايج هذيا احنا نخدموا لهم على حسب الطلب نتاعهم. تشغل صناعه الخشب الافا من اليد العامله في مختلف مناطق الجمهوريه، ويرى المتداخلون في القطاع أن تطوير هذه الحرف سيزيد من قدرتها التشغيلية وسيفتح بابا جديدا لمثل هذه المنتوجات في الأسواق الخارجية. ونعود مجددا إلى رمادة، مسقط رأس بوبكر الثابتي ضحية الهجوم الإرهابي بالكيباك، حيث ينضم إلينا مراسلنا خميس بوبتان. خميس، كنت بمنزل ضحية الهجوم الإرهابي، كيف تلقت العائلة الخبر وهل من معطيات عن موعد تسلم جثمان الفقيد؟ بالفعل كما ذكرت عار منذ قليل، وحزن وألم كبيرين يخيمان على قرية نكريف منذ سماع عائلة الثابتي سقوط ابنها شهيدا في حادثة العملية الإرهابية التي استهدفت مسجدا في مدينة كيباك الفرنسية. تأثر كبير لدى العائلة وخاصة على والد المرحوم الذي كان منذ فترة قصيرة في مدينة كيباك الكندية لزيارة ابنه. بخصوص مواعيد عودة جثمان المرحوم بكر الثابتي، الحديث عن إمكانية كبيرة وصوله يوم الخميس باعتبار أن فما رحلة مباشرة بين مونريال وتونس العاصمة، ولكن هذا غير المؤكد هو زوج المرحوم مع ابنين على الركبة، والمساعي متواصلة وكبيرة حتى يتم وصول الجثمان الشهيد على مدى نفس الرحلة. وفي انتظار ذلك من المنتظر أن يتم تنظيم وتنمية. نعم، شكرا لك خميس بوبتان مراسلنا على كل هذه التفاصيل الإضافية. وينضم إلينا مباشرة من كندا الصحفي المقيم بمونريال زهير طابة. زهير، بداية لو تعطينا فكرة عن حالة المصابين التونسيين. أهلا بك عارف، في الحقيقة أنا اتصلت بال قنصل تونس بمونريال أمس في مداخلة هاتفية عبر إذاعتنا، أكدت لنا أن هناك مصابين اثنين تونسيين آخرين بخلاف بوبكر ثابتي المرحوم. أيمن الدربالي مواطن تونسي أصيب بخمس رصاصات وأجرى عملية جراحية أمس، نزع أربع رصاصات وتجرى عليه عملية جراحية اليوم، وصفت بالمهمة لاستئصال رصاصة في العمود الفقري. دائما حسب قنصلية تونس بمونريال، المصاب الثاني التونسي يدعى نزار غالي إصابته متوسطة، أصيب برصاصة في البطن ووقع استئصالها، وحالته حسب المصادر الطبية حالته مستقرة.
آخر الأخبار. نعم. عارم تشير إلى أن الشرطة الكندية في اليوم هو بداية النهار في كندا الساعة اليوم السابعة الآن وعشرين دقيقة صباحا. نعم. تقول الشرطة أن 6 كاميرات مراقبة داخل وخارج المسجد دونت وسجلت تقريبا جميع تفاصيل الحادثة أمنيا. الحكومة الكندية وبعد حكومة كيبك أمس حكومة الكندية قررت إجراءات أمنية مشددة على دور العبادة والمساجد في جميع أرجاء كندا. كذلك مدينة نيويورك اليوم قررت وفي ساعة متأخرة من صباح من مساء أمس قررت إجراء مشابه أمنيا إجراءات أمنية أكثر تشددا خاصة بالمساجد ودور العبادة للمسلمين. نعم زهير، هل لديك فكرة عن موعد نقل جثمان الفقيد بوبكر الثابتي لتونس؟ أعود دائما مصدري هو القنصلية التونسية بموريال. القنصل أكدت لي أن الإجراءات الترحيل ليست بيدها، هذه أمور أمنية، هناك سيادة كندية وهناك تحقيق جاري لابد من مراعاة هذه الأمور التي صفتها هي بالدبلوماسية. يعني لا يمكن الحديث على تاريخ عودة المواطنين. إلى حد البارحة غرفة الفقيد لم تستخرج شهادة الوفاة من الحكومة الكندية. نعم شكرا لك زهير طابا، كنت معنا مباشرة من مونريال وقدمت لنا مختلف هذه التفاصيل عن الهجوم الإرهابي وخاصة حالة التونسيين المصابين. نعت وزارة الخارجية الفقيد محمد الفاضل العياري سفير تونس السابق ببريتوريا الذي وفته المنية يوم الأحد الفارط بعد صراع مع المرض، ويعتبر الفقيد كفاءة في العلاقات الخارجية والشؤون الدبلوماسية حيث تقلد عديد المهام ببعثات تونس بالخارج آخرها البعثة التونسية الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك قبل أن يتولى سنة 2011 مهمة سفير الجمهورية التونسية ببريتوريا. تتواصل اليوم أشغال القمة الإفريقية 28 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكان اليوم الافتتاحي الذي شارك فيه رؤساء دول وحكومات 32 بلدا شهد أمس انتخاب الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيسا جديدا للاتحاد خلفا للرئيس تشادي إدريس ديبي. كما تميز اليوم الأول من القمة بتصويت أعضاء الاتحاد الإفريقي لفائدة عودة المغرب إلى هذه المنظمة القارية بعد أكثر من 3 عقود من الغياب. ومن أبرز ما سيخوض فيه المشاركون في هذه الدورة ملف الإرهاب والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة وموضوع نشر قوة الحماية الإقليمية جنوب السودان وجهود إعادة الأعمار في جمهورية إفريقيا الوسطى. وينتظر أن يعلن خلال القمة عام 17 و2000 عام الاستثمار في الشباب. في جديد الأزمة السورية وفي تطور مفاجئ للموقف الروسي، لم يستبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إمكانية إنشاء مناطق آمنة للنازحين داخل الأراضي السورية شريطة أن تكون بموافقة الحكومة السورية وبمشاركة الأمم المتحدة. في تطور لافت للموقف الروسي من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامة مناطق آمنة للنازحين داخل سوريا، وبعد أن أكد عديد المرات رفضه هذا المقترح، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستوافق على إقامة مناطق آمنة في سوريا ولكن بشروط، أبرزها موافقة النظام السوري ومشاركة الأمم المتحدة في إدارتها. ويرى محللون أن التطور المسجل في الموقف الروسي يعود إلى تطمينات وضمانات أمريكية بأن هذه المبادرة لا تهدف إلى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، إنما إلى تخفيف الوطأة على دول الجوار وعلى أوروبا فيما يتعلق باستقبال اللاجئين. وفي أول تعليق لدمشق على هذا المقترح، حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حذر من إقامة مناطق آمنة في سوريا دون التنسيق مع الحكومة السورية، مبينا أن ذلك سيشكل انتهاكا للسيادة السورية.
ويبدو أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامة مناطق آمنة لا يثير مخاوف الحكومة السورية وحدها، فالعديد من العارفين بالشأن السوري يرون فيه مقدمة لتقسيم سوريا إلى جيوب وإمارات ومناطق حكم ذاتي على أساس طائفي وعرقي، لتنتهي الأزمة السورية التي بدأت بانتفاضة من أجل الحريات بالحديث عن جيوب لجوء داخل الوطن تحت عنوان مناطق آمنة. في موقف مخالف للتقاليد المتعارف عليها بالعمل على تفادي التعليق على قرارات خليفته، قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن من حق المواطنين الأمريكيين ممارسة حقوقهم الدستورية وإسماع صوتهم لمن انتخبوهم عندما تكون القيم الأمريكية على المحك. تعليق أوباما يأتي على خلفية الاحتجاجات على قرار ترامب بشأن حظر دخول رعايا 7 دول أجنبية إلى الولايات المتحدة، احتجاجات تزامن مع إقالة ترامب لبعض المسؤولين من مناصبهم وتتالي ردود الفعل الداخلية والخارجية. ما تزال ردود الفعل الداخلية والخارجية على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بحظر دخول رعايا 7 دول أجنبية إلى الولايات المتحدة تتتالى، إذ أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس أقال وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس بعدما أصدرت تعميما تطلب فيه من المدعين العامين عدم تطبيق قرار ترامب وشككت في قانونيته وأخلاقيته. إقالة ييتس تلتها كذلك إقالة المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك، وقد علل وزير الأمن الداخلي إقالة الأخير بالرغبة في ضمان تطبيق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية. موقف خالفه معارضو ترامب الذين قالوا إن هذا القرار ينتهك القانون الأمريكي ويشوه سمعة الولايات المتحدة التاريخية كمكان مرحب بالمهاجرين، ما دفع أكثر من 160 ديمقراطيا بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء تصويت على مشروع قانون لإلغاء قرار ترامب، لكن مشرعا جمهوريا عطل الإجراء. وفي غضون ذلك عمل 100 من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية على صياغة مذكرة تنتقد قرار ترامب وتفيد بأن نتيجته لن تكون تراجعا في الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة، بل ستكون تراجعا في النوايا الدولية الحسنة تجاه الأمريكيين وتهديدا لاقتصاد البلاد، مذكرة رد عليها الناطق باسم الرئاسة الأمريكية بالقول إن على الدبلوماسيين تقبل الأمر. وبالتوازي مع الانتقادات الداخلية تتتالى الانتقادات وردود الفعل الخارجية، حيث انضم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى الأصوات التي أبدت قلقها بشأن قرار ترامب، معلنا بأن هذا ليس نهجا تتخذه هذه الحكومة. أما في العراق فقد صوت البرلمان بالإجماع على مطالبة الحكومة بالرد بالمثل على الولايات المتحدة، مما يعرض للخطر مسألة التعاون لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. يعقد مجلس الأمن الدولي محادثات عاجلة اليوم بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة اختبار إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى، وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أدانت في وقت سابق هذا الاختبار الصاروخي واعتبرته انتهاكا صارخا لقوانين الأمم المتحدة، كما قال البيت الأبيض إنه يدرس تفاصيل الحادث. في أخبار الرياضة، أعلن نادي ديجون المنتمي إلى الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت عن توصله إلى اتفاق مع النادي الإفريقي بخصوص انتداب الظهير الأيسر أسامة الحدادي، ومن المنتظر أن يوقع الحدادي البالغ من العمر 25 عاما على عقد لمدة 2.5 عام مع نادي ديجون صاحب المركز 13. وكان الحدادي التحق بأكابر النادي الإفريقي عام 2010 وتوج معه بلقب كأس شمال أفريقيا للأندية البطلة في العالم، بالإضافة إلى لقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى عام 2015. ويأتي خروج الحدادي من النادي الإفريقي في وقت يبدو فيه زميله في الفريق بسام أسرار في على وشك الالتحاق بنيس الفرنسي، فيما تداولت تقارير صحفية خبر مغادرة لاعب آخر في صفوف فريق باب جديد وهو عبد القادر الوسلاتي في اتجاه الفتح السعودي على سبيل الإعارة في انتظار التأكيد.
وإلى عالم الكرة الصفراء، حيث تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر إلى الدور الثمن النهائي لدورة تايوان بعد فوزها على الأمريكية نيكول جيبس بمجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6-4 و 4-6 و 6-1. وستواجه جابر في الدور الثمن النهائي الأمريكية تشيلبي. كانت جابر أزاحت في الدور التمهيدي الأول اليابانية أوكاي أوماي بمجموعتين لمجموعة واحدة قبل أن تتفوق في الدور التمهيدي الثاني على اليابانية يومي موريتا بالانسحاب في الشوط الثاني بعدما كانت اللاعبة التونسية متقدمة بشوط مقابل صفر. وإلى منافسات الدرجة الأولى البرتغالية لكرة القدم، حيث انقاد بنفيكا المتصدر إلى الهزيمة بهدف دون مقابل في ختام الجولة 19 من المسابقة، وذلك على يد مضيفته فيتوريا سيتوبال الذي رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بنفيكا في المركز الأول عند 45 نقطة، وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع اللاعب زيمانوال منذ الدقيقة 20. ختم النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين. بعد خلاف بين النواب وتأخر في أشغال الجلسة العامة، المجلس يوافق على إدراج مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء اليوم. تواصل الترتيبات لنقل جثمان بوبكر الثابتي ضحية الهجوم الإرهابي بالكباك إلى تونس، والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتعهد بملف القضية. تحول لافت في الموقف الروسي من إقامة مناطق آمنة للنازحين واللاجئين بالداخل السوري، ودمشق تحذر من إقامة هذه المناطق دون موافقتها. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.